اخويا الحبيب، يعني في اسئله بتنطرح يوميا على الاخوه. عزيزي، هل يختلف الاله في العهد القديم عن العهد الجديد؟ وانا كتبت لك اياها، اتصور في باللحظه الاولى قبل ان لا تدخل تثنيه 20:16، يعني ايات القتل، يقولون لماذا؟ وحزقيال 9:6، واضربوا، واشعياء 13:16، وتحطموا اطفالهم، هوشع 13:16، والعدد سفر العدد 31 17 18، فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال. ويشوع، يا ريت يا ريت أخويا الحبيب، يا ريت توضح عزيزي، والرب يباركك ويعطيك نعمة وقوة وبركة، والرب يحافظ عليك عزيزي، والمايك لك فري، وأسف على الإطالة حبيبي. باختصار أخويا الحبيب أستاذ الغلبان، العهد القديم هو عبارة في جزء كبير منه يغطي تاريخ. العهد القديم بيغطي تاريخ 1500 سنة، بينما العهد الجديد هو بيغطي خدمة الرب يسوع المسيح 3 سنين ونص، بالإضافة بعد كده الأعمال الرسل اللي هو التبشير، مش بيغطي تاريخ الدولة. طيب إيه الفرق لما اتكلم على 1500 سنة عن ان انا اتكلم على 3 سنين وشوية؟ اله العهد القديم هو اله العهد الجديد، ما تغيرش. ولكن لما يتكلم على امور تاريخية في اكتر من 1500 سنة، الحرب امر طبيعي تاريخي، وخاصة حروب الدفاع، الدفاع عن الوطن، الدفاع حتى ضد الشيطان واعوان الشيطان، الدفاع عن الضعفاء، ودي ليست دموية وليست أمر صعب، بل حق مشروع وسط شرور العالم. فطالما العهد القديم، لو كان العهد القديم بتكلم على 3 سنين ونص مثلا، أو حتى السنة الأولانية من خدمة موسى، ما كانش هيذكر حروب. لكن طالما بدأ يتكلم على شعب، واللي بيتعرض له الشعب من أعوان إبليس وجنوده، واللي بيمتلكهم إبليس ويستخدمهم في محاربة أبناء ربنا وشعب ربنا، عشان كده العهد القديم بدأ يتكلم على الحروب. دي حاجة أولانية. الحاجة التانية اللي بيدعوا أن إله العهد القديم يختلف عن إله العهد الجديد، لأن إله العهد القديم حارب كتير جدا عن شعبه ودافع عنهم كتير جدا وعاقب كثيرين، لكن في العهد الجديد ربنا ما حاربش حد. مين قال الكلام ده؟ هو الفرق ما بين العهد القديم والجديد هو ما يسمى بالإعلان، بالعقاب. فربنا في العهد القديم كان بينذر كتير، وأحيانا يعلن أن الكارثة دي هي عقاب. في العهد الجديد بعد ما ربنا بشر، وبعد ما ابتدت البشارة تنتشر في أعمال الرسل ومعاني البشارة الحلوة اللي قالها الرب يسوع المسيح، هو نفس الإله عهد قديم وعهد جديد، ربنا ما قالش ان هو توقف عن العدل والعقاب بعد، لكن هو الاعلان المكتوب هو بس اللي توقف، انتهى، اكتمل. فربنا مش هيفضل يذكر السونامي اللي انا عملته في المنطقة دي، ده عقاب، لكن ده مش عقاب، ده عقاب عشان كده مات فيه العدد ده مش عقاب، ولكن واحد او اتنين ماتوا فيه، لا، لان الاعلان اكتمل. فلسه ربنا اله العهد القديم، اله العهد الجديد، لسه بيعاقب. كان موقف شعرنا فيه ان ده كان عقاب من ربنا، ده احنا كتير مننا طلع قال احداث الكشح والنار اللي نزلت من السماء والكرات النارية اللي نزلت من السماء، الحكومة اللي اصرت تخفي الخبر ده رغم وكالات اجنبية اذاعته، كلنا على رأسنا، حتى البابا شنودة اعلن ان ده عقاب من ربنا للدم الشهداء المسيحيين اللي اتسفك في احداث الكشح. ما هو نفس الطريقة، مش اللي ضرب بالبرد وبالكرات النارية او بالبرد والنار في العهد القديم هو نفسه اللي ضرب الكشح بالنار في العهد الجديد، هو نفسه ما تغيرش. لكن في العهد القديم كان جه في سياق تاريخي فذكر ان ده عقاب للشرور الفلانية والفلانية والفلانية، لكن العهد الجديد كان الاعلان المكتوب اكتمل فما ذكرش. نفس الاله اللي بيرحم جدا ويتحنن جدا ويدافع جدا عن الضعفاء، هو نفس الاله القوي جدا والعادل جدا وبيعاقب الانسان بعد ان يكتمل زمان خطيته ورفض التوبة ويصر يعصر اولاده ويسفك دمهم على الارض. مش نفس اله العهد القديم اللي قاتل ملوك عهد قديم حب يسفكوا دم ولاده، هو نفس اله العهد الجديد اللي برضه قاتل الملوك اللي سفكوا دم ولاده والعشر اباطرة الرومان، ما تغيرش، بل بالعكس اعلن لكنيسته ان هو هيعاقب،
هيعاقب فلان وهيعاقب فلان وهيعاقب فلان. بل أعلن في سفر الرؤيا أنه هيعاقب العشر ملوك وهتبقى نهايتهم مخزية، وفعلا فعل. فإله في العهدين رحيم جدا وحنون جدا، ولكنه أيضا مدافع جدا عن الضعفاء، وعادل جدا في عقابه للمجرمين والظالمين لما يكتمل زمان خطيتهم وما تبوش. أيضا يوجد فرق ثالث مهم جدا، ان ربنا وضح في العهد القديم ان هو ما دفعش عن شعب اسرائيل وبس عشان نقول عليه ان هو اله عنصري. فزي ما في العهد الجديد بيدافع عن كل الشعوب، ايضا اللي يقرا في سفر عاموس اصحاح 1 و2 ربنا وضح انه حامي عن شعوب لاجل اللي فعلته ظلم في شعوب اخرى، وقال هعمل كذا في دمشق علشان عملت كذا في ادوم، وهعمل كذا في كذا علشان عمل كذا في شعب في ملك فلان. أمر آخر للتفريق ما بين ظروف العهد القديم والجديد أستاذ الحبيب الغلبان، وهي إيه ظروف الشعب في العهد القديم والجديد؟ العهد القديم الإنسان حبس نفسه، أصبحنا محبوسين، الإنسان أخطأ ووقع طبيعة البشرية في الخطية، اتسجن، اتحبس في إيد الشيطان، أصبح مسجون، يطبق عليه قوانين العبودية، قوانين صارمة زي أي إنسان مسجون حاليا بيقضي فترة عقوبة. لكن لما جه المسيح ودفع تمن الفداء واشترى البشرية واشترانا بدمه، زي ما يقول في رؤية يوحنا 5:9، تحررنا من السجن ومن العبودية، فأصبح يطبق علينا قوانين الأحرار. ما عنديش حاجة لازم أعملها كل يوم لأن أنا مسجون بقضي فترة إصلاح وتهذيب. فاختلف الأسلوب المعاملة، ولكن هو نفس الإله العادل اللي بيعاقب، نفس القاضي هو نفسه. بقولش عنده انفصام في الشخصية، القاضي ده اللي تطلع عليه ابتسامة بمنتهى الرحمة والحنان لما يلاقي واحد دفع ثمن خطيته فيقول له اذهب انت حر. هو نفس القاضي بعدل وبصرامة لما يلاقي إنسان تم إدانته ويقول له أنت هتذهب تتعاقب. فالبشرية في العهد القديم سقطت وأصبحوا مبيعين تحت الخطية، زي ما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالة الرومية صحاح 6. المسيح جه دفع الثمن، أصبحت أنا حر، ولكن ده مش معناه أن أنا أبقى بحرية تماما ومخافش، لا بل أخاف لأن أنا دفع فيها الثمن الغالي. فيكون بيطبق علي حاليا قوانين الأحرار، وما بطلتش من الشعب لما بعمل خطية ولا نظرة شريرة أو غيره، ده مش معناه أن أنا براحتي خالص، لا ده معناه أن أنا أخاف. ربنا يبارك حضرتك.